الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع اليوم أيها الأخوة موضوع نعتبره من الموضوعات المهمة التي نغفل عنها أحيانا، وإن كان والحمد لله الحديث قد جرى في مثل هذا الموضوع سواء في هذا الدرس أو في غيره أو من كثير من العلماء والمشايخ، ولكن سبب الحديث فيه بعض الأمور المستجدة، وهو الحديث حول الوافدين لهذه البلاد. ولا أحب استخدام كلمة الأجانب كما هي شائعة، ففيها خلل من حيث المعنى ومن حيث الدلالة ومن حيث الواقع. ولم أقل تلاحظون أنني أقول مباشرة أقول إخواننا الوافدين، لأن من الوافدين من هم من إخواننا، ومن الوافدين من هم من ليس إخواننا. وسبب الحديث هي الحملة التي جرت خلال الفترة الماضية وما وقع فيها كما تعلمون من إشكالات، ووقع فيها بعض الظلم سواء على بعض هؤلاء المستضعفين أو على بعض الناس في مصالحهم. ولذلك جاء تدخل خادم الحرمين وفقه الله وإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع هؤلاء. فإذا هذا التدخل يدل على أن القرار الذي جرى خلال الأسابيع الماضية كان قرارا غير مدروس، وقرار ترتبت عليه مفاسد. وحقيقة أيها الأخوة اللي يلاحظ الواقع لا يستغرب هذا الذي وقع، لأن وزارة العدم الفترة الأخيرة أصبحت موطنا للظلم وموقعا للظلم بدل أن تكون سببا للعدل وللإحسان. لا أقول في كل قراراتها، ولكن في أمور وبخاصة ما يتعلق في هذا الجانب في حقوق الوافدين وفي غيرهم من المظالم التي لا تخفى عليكم، مع مظالمها الشرعية فيما يتعلق في تأنيث المحلات وظلم الناس أصحاب المحلات، حتى أنني قلت في مناسبة سابقة إن وزارة العمل فقدت أهل الدين والدنيا. طيب، وزارة خسرت أهل الدين والدنيا، ومردود ذلك على الدولة في النهاية. طبعا هي وزارة من وزارات الدولة، ما قيمة وزارة تكسب العداء عداء أهل الدين وأهل الدنيا؟ هذه الحقيقة ليست وزارة، والقائمون عليها يجب أن ينظر في واقعها. الدولة تحرص على الوزارة التي تؤدي حقوق الناس وتحافظ على الهدوء، وهذا في حتى إثارة أمنية وفي مشكلات أمنية ومشكلات اجتماعية. حقيقة هذه الوزارة أقولها صراحة يجب أن نعاد النظر فيها من قبل ولاة الأمر والقائمين فيها، وغضب الناس وحديثهم في مجالسهم سواء أهل دين أو دنيا، ما عاد الجميع كلهم مجمعون أو الأغلب بعبارة أدق ضد كثير من قرارات هذه الوزارة، وسبق أن تحدثت في هذا. أقول أيها الأخوة، هذا البلد تاريخه مشرف مع إخواننا المسلمين من سنوات، من عشرات السنين. فعندما تقع المصائب في كثير من بلاد المسلمين فإنهم يأوون لهذا البلد، وهو بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية، موئل المسلمين، يتوجه المسلمون له في صلاتهم في أصقاع الأرض. فمن الطبيعي أو من الطبيعي أن يكون من أول ما يتوجه له هذه البلاد. وفعلا من باب العدل والحق أن هذه البلاد كانت تفتح صدرها لكثير من أبناء الشعوب الإسلامية في أزماتهم التي يمرون بها، ومن آخرها ما يتعلق بإخواننا في الشام، وصدرت قرارات تخصهم وقبل ذلك دون غيرهم، وكذلك تسهيلات لإخواننا قبل ذلك الفلسطينيين، وأيضا أيام العراق وغيرها. لا أريد أتحدث وأذكر بلدا وأنسى الآخر، هذا تاريخ يجب أن يذكر ويشكر من حب الناس لهذه البلاد. الناس لا شك يعتبرون بلاد الحرمين مكة والمدينة فيها كعبة المشرفة، فحب الناس حب فطري كما قال إبراهيم عليه السلام ودعا ربه تهوي إليه أفئدتهم من الناس. فالمسلمون تهوي أفئدتهم إلى هذه البلاد، ترونهم وهم يدخلون من أجل أن يحجوا أو يعتمروا، مجرد أن يرى الكعبة يبقى يبكي
لأن أول مرة رآها، لأنه حلم عمره أن أرى الكعبة. وتلاحظون من تصرفات وإن كانت خاطئة بعضهم إذا أراد طاف الوداع خاصة من خارج هذه البلاد، أقول بعضهم تلاحظون يمشي على خلفه بطريقة يعني يشعر أنه يصعب عليه أن يودع الكعبة، مع أن هذا ليس في السنة. الصحيح أنه إذا ودع يمشي، لكن أبين لكم ويعبر عن حب الناس لهذه البلاد. فمجيء هؤلاء وحبهم لها لهم حق. ولهذا الوافدون على قسمين، صالحون أخيار وهم الأكثر والحمد لله، طبعا لما نقول صالحون أخيار فهم من المسلمين، عاشوا في هذه البلاد سواء من سنوات قديمة أو يأتون لاحقا، ومفسدون في الأرض وأصحاب جرائم وأصحاب خلل وأصحاب فساد مادي ولا أخلاقي. ولذلك المفسد يجب أن لا يبقى، يجب أن يذهب إذا ثبت إفساده بأي وجه من الأفساد، قد يكون إفسادا عقديا وقد يكون إفسادا ماديا وقد يكون إفسادا أخلاقيا، كل هذه موجودة، والمفسد لا يجوز أن يبقى. ولكن في الوقت نفسه أن الصالحين من هؤلاء وهم كثير والحمد لله، نعم بسبب الأوضاع الدولية وغيرها، أنا أحكي واقعا، أن تصحح أوضاعهم لا إشكال في تصحيح الأوضاع، لكن يكون برفق وبفرص متاحة لهم وتفتح لهم الصدور، وليس بالطريقة التي حدثت خلال الأسابيع الماضية. ولهذا فإنني أقول من استطاع أن يخدم مسلما الآن في أزمتهم في تصحيح وضعه فليفعل، فليفعل ويؤجر على ذلك، وقد يكون والله سبب دفع بلاء عنه وعن عائلته وعن أهله. وأيضا مراعاة ظروف بعض الشعوب، بعض الشعوب أين يذهبون؟ بعض الشعوب الآن الذين مثلا حدث لهم بعض الإشكالات أين يذهبون؟ هناك بعض الناس ممكن يذهب إلى بلده، لكن بعضهم أين يذهب؟ يعني تصوروا مثلا إنسان مولود هو وأهله وأولاد وأخوانه كلهم في هذه البلاد، وكان الذي يكفلهم والدهم، مات والدهم، ما وجدوا من ينقل كفالة لهم، يقول أنا ما أعرف بلدي الأصلي، قد يكون في أطراف إفريقيا أو غيره، يقول لا أعرفه ولا أعرف لغته. صعب جدا أن تأخذه وتقول والله اذهب تفضل، أو يوضع في السجن حتى يرحل. فأنا قلت صحح الأوضاع نعم، لكن تراعى ظروف بعض الشعوب أو ظروف بعض العوائل، بعض الأفراد، بعض الناس، وهم موجودون والأحوال كثيرة في هذا الجانب. ولهذا أيضا من الخطأ يا أخوان في موضوع تعامل مع أخواننا، قلت كلمة الأجانب غلط، نعم فيهم أجانب، الأجنبي هو المفارق لنا في ديننا، المفارق لنا في أخلاقنا، والله لو كان ولد في مكة، والله هؤلاء الأخوة من أي أقصى الأرض من الصالحين الأخيار، والله أشهد الله أنهم أحب إلينا من رجل ولد في هذه البلد وهو منافق أو علماني أو رافضي، يوالله أحب إلينا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هذه الحقيقة. ثم ختم أن أولئك حزب الله، حزب الله هم الصالحون، هم الأخيار من أي بلد. هذه الحدود يا أخوان جاءت من الاستعمار، أنا أقول أصبحت واقعا يتعامل معه، لا أريد أدخل في تفاصيله، لكن أتعامل أيضا أن كلمة اسم المواطنة، أي مواطنة؟ المواطنة هو وطننا هذا الدين، نعم تراعى الأنظمة في هذا الأمر. أما ما يحدث الآن في بعض وسائل الإعلام مع كل أسف، تقسيم الناس على مواطنة، أي في ناس من داخل هذه البلاد هم أعداء أعداء هذه البلاد، هم أعداء التوحيد، هم أعداء العقيدة التي قامت، هم أعداء ولاة الأمر والله حقيقة، وإن كانوا ولدوا في هذه البلاد، مشاكلهم ومصائبهم أعظم من المصائب التي تحدث من بعض الوافدين. فإذا الحقيقة القضية المواطنة الحقيقية على الدين هو وطننا ولا شك، إذا اجتمع الدين مع أنه ولد في هذه البلاد فله حق أكثر من غيره، طبيعي هذا جدا، ولا نخالف ترى في هذا إطلاقا. إذا كان ولد في هذه البلاد وتوافر فيه التزامه بشرع الله جل وعلا وبدين الذي فعلا هو دين هذه البلاد وأهلها، فلا شك له حقوق قد لا تكون لغيره، هذه مسائل أخرى. لكن أن يكون أصل مبدأ الولاء والبراء على التراب، على أنه ولد فيه، ثم تأتي التعريفات هذا أجانب وغير أجانب، لا، هم أخواننا أينما كانوا ما داموا من المسلمين أي لغة كانوا، عرب أو غير عرب،
وما داوم من الصالحين والأخيار والملتزمين والذين لا يشهر لهم مثل. أما إن كان مفسدا سواء من هذه البلاد أو من الوافدين فلا شك أنه ليس من الإخوان، ونبرأ إلى الله جل وعلا أن يكون كذلك. هؤلاء يا أخوان أيضا لا يمن عليهم يا أخوان. واحد يكتب في الصحف يقول أكلوا أموالنا، يا أخي هؤلاء هم الذين ربما حقق الله الخير على أيديهم. هؤلاء الدليل على ذلك الآن لاحظوا أن كثير من المؤسسات لما جاءت الحملة كانت تنهار مؤسساتهم، معناه من اللي قام في أجل مؤسساته وأرباحه هم أخواننا الوافدين من الأخيار، معناه لو خرج هؤلاء لخسر، معناه أنهم جاءوا ليحقق لك الربح ليحقق لك الخير من أجل أن يعملوا معك، وما أعطيته جزء من حقهم، وإلا قد تكون حقوقهم أكبر، لكن هذه ظروفهم جعلت بعضهم ظروف أجورهم متدنية لا تجدها في من يقال في ابن البلد. فلهذا هذا جانب، إذن هم شركاء لنا في الحقيقة، بل هم الحقيقة أيضا أنهم كثير منهم مشايخنا في الجامعة إلى الآن. الجامعات سواء الجامعات الشرعية أو المدنية من خارج هذه البلاد، تهم معناه أن البلد بحاجة إليهم، فهم شركاء لنا في دينا ودنيا، ولا عندنا هذه التفرقة التي توجد عند كثير من الناس في هذا الجانب. ولذلك فكثير من أساتذة الجامعات كما قلت سواء إسلامي أو غيرها من خارج هذه البلد، معلم القرآن الذين علمونا القرآن الحمد لله أبناؤنا الآن تعلموا، لكن على يد من علمهم؟ على هذا أمثال إخواننا اللي جاءوا من باكستان ولا من غير باكستان وغيره، فهم مشايخ لنا. نعم. وأيضا في المقابل في فرصة يا إخوان، بعضهم يجي يتعلم هنا، قد يكون عنده جهل، قد يكون ما يعرف شيء في العقيدة، ليس لا أعمم الحكم، قلت لكم بعضهم مشايخ وعلماء نحن استفدنا منهم وآخرون لا، ففرصة مجيئهم ليتعلم وينقل العقيدة الصحيحة إلى خارج هذه البلاد. قبل أن أتيكم أحد الأشخاص يراسلني من الأحوال اليوم العصر هذا لو عدة أيام وأكثر علي الأسئلة وأنا مشغول، طبعا مرة أرسل فأقلت له يا أخي الكريم أنا مشغول، قال لا تتركونا للرافضة، يقول أنا كنت كذا شيعيا فاهتديت وأنا من بلاد الأحوال وليس عندنا علماء، فإذا رددتني أنت وغيرك ما يرد على الجوال ماذا أفعل؟ فقلت له أبشر، فأحلت إلى بعض المشايخ وأيضا قلت له ووصيت الشيخ عليه نتعاون، لأن ما نريد إذا كان الذي في الجوال يشعر أنه يستفيد من أهل هذه البلاد علما فكيف الذي يعيش بيننا؟ يدرس في جامعاتنا وفي مدارسنا ويتعلم في مساجدنا، فإذا المنفعة متبادلة، ما ندعي أننا فقط نعلمهم أو هم يعلمون، نحن نتعلم على أيديهم من علمائنا وغيرهم دينا ودنيا، وهم أيضا يستفيدون من هذا البلاد. بل إن الرحمة بهؤلاء يا أخوان وهذه النفقة التي ينفق فيها قد تكون من أسباب دفع البلاء عنا جميعا أيها الأخوة، فلا نمن عليهم، نتق الله جل وعلا أن نمن على أحد على مسلم، بل الله يمن علينا أن أكرمنا بهؤلاء يخدموننا ويتعاملون معنا ويعينوننا أو يعلموننا. الخدمة لا أخذ بها مجرد الخدمة سائق أو في البيت، في العلم ولا في التجارة وإلا فهم شركاء لنا كما قلت. وأيضا في فتنة يا أخوان في الغرب، الغرب يذهب بعضهم إلى الغرب ويعطى الجنسية خلال فترة، يعطى حقوق يعطى رواتب، مجرد أن أخذ الجنسية بسهولة سنوات يأخذ جنسية البلد وهي بلاد كافرة والعياذ بالله. فإذا وجدوا المضايقة من بلاد المسلمين وجدوا أن بلاد الكفار تفتح لهم صدورها، معناه أننا قذفناهم للفتنة والعياذ بالله، قذفناهم لأن يفتنوا بالغرب وأن أنظروا الغرب ماذا يفعل، ليس فقط أن يعطيك الجنسية أو الإقامة بسهولة، بل أنه يصرف له المكافآت ويصرف له العلاج ويصرف له، بينما نجد من وزارة العمل كل يوم هذه القرارات وأمثالها التي تثقل كاهل الناس، تثقل كاهل أهل البلد الذي ربما عندهم قدر أكثر من غيرهم. فلذلك أنا أقول أننا ندفع الفتنة عنهم في هذا الجانب. إذا خيرية هذه البلاد أيها الأخوة مهمة جدا في مشاركة المسلمين لها، نعم تصحيح أوضاع هؤلاء، نعم نحن مع التصحيح كما بينت، المفسد يجب أن يبعد والالتزام بالأنظمة المشروعة لا حرج فيه، ولكن يكون برفق وتؤدى، ولذلك جاءت الأوامر بإيقاف هذه الحملة وإعطاء الناس فرصة ليصححوا أوضاعهم كما تعلمون فيها. ثم أيضا مع كل أزمة لما تأتي هذه الأزمات هناك من يستغل الأوضاع برشاوة أو ظلم، يأتي من يقول لشخص أنا أصحح وضعك بوضع كذا، وهذه مشكلة الحقيقة أخرى
يكون فيها ظلم هؤلاء المساكين، هؤلاء البسطاء الذي ربما أصلا هو قد لا يملك شيئا فيثقل نفسه بالديون. فهناك مظالم كثيرة جدا على الناس والذين يأتون لا تخفى على أمثالكم، فما يجوز أن تستغل هذه الأزمات لهذا الجانب. كذلك موضوع التأشيرات يجب أن يزال الظلم فيها. يا أخوان كم يتعلم الإنسان عندما يعلم ناس يتاجرون بهذه التأشيرات، متاجرة ما جاء به إلى المتاجر، يذهب إلى الشخص ويبدأ الشخص مسكين يبقى الحلم دخول هذا البلد ويحسب أنها الجنة، حتى يأتي ويبيع كل ما يملك، ذهب زوجته وأهله حتى يدفع قيمة التأشيرة ويأتي. فإذا جاء بشهرين ثلاثة هناك تجار يمص هناك مصاص دماء، ثم يطردونهم ويرجع يدفع مسكين أثقال ما فعل، لم يحصل حتى على رد. وبعضهم يبقى وقد لا يأخذ حقه ومكافأته. العدل، العدل قامت عليه السماوات والأرض. نعم العدل، إذا ما كان هناك باب الرحمة والعفو فعلى الأقل العدل في هذا الجانب. فأيضا اختيار من يأتي من العمال، هناك يأتي عمال يا أخوان، خونة يأتي عمال، أجراء يأتي عمال، أعداء لهذه البلاد وليدينا، أعداء كفار. يجب أيضا تنبه السفارات أن هناك شروط وضوابط، ليس فقط الشوابط الصحية، ضوابط العقدية، الضوابط المنهجية، حتى يعني نكون، بل إن بعض الأخوة هداها الله يذهب ويأتي يقول لك وصلت الرياض أو لا اكتشفت أنها كافر فضع عن غيره، جايب على أنها مسلمة مكتوب ربما مسلم. وهناك من يأتي ويفاجأ في بيته جائب بعامل أو امرأة رافضية أو غير ذلك. يجب الدقة في اختيار هؤلاء من يأتي لمثل هذا الجانب. أيضا أن تتاح، مع هذا كله نحن نقول نعم تتاح الفرصة لأبناء هذا البلد في العمل كما قلت، أيضا في الوقت اللي نطالب بإتاح الفرصة لإخواننا اللي يأتون من الخارج، أيضا أبناؤنا يجب أن يتاح لهم فرص وأن يعلموا وأن يربوا، لأنه شاع الكسل فيهم، شاع الخمول. الآن بدأت مشكلة أخرى يا أخوان بسبب هذه الأزمات، يقال للشاب تعال، تقول للشركة، هذا أصبح معروف ما عاد سر، تعال نعطيك 2000 ريال وبعد في بيتك حتى يحسب من النسبة المواطنة. نعم، ويبدأ يأخذ مبلغ، وكثير منهم يسأل، بعضهم يسأل بعضهم ما يسأل، وهو جالس في بيته. هذا يزيد من الكسل والخمول وعدم الإنتاج، ومخالف الحقيقة للأنظمة وللواقع. ومن أجل هذه مشكلة أخرى نعاني منها، بينما صاحب العمل يقول أنا ماذا أفعل، أنا لو جئت بهؤلاء ما استطاعوا أن يعملوا، أنا مضطر أبقي هؤلاء الذين جاءوا. أنا لا أريد أدخل في تفاصيل هذه المسألة، لكن يجب أن يخضع حتى أبناء البلد للنظام، أن يعملوا بعمل جاد وتتاح لهم الفرص كما تتاح لغيرهم، أن يكون الأجدر والأقدر هو الذي يبقى وهو الذي يعمل. أيضا أخيرا، من ابتلينا به وجاء غير مسلم، وأنتم تعرفون حكم وجود غير مسلم في هذه البلاد، لكن لو جاء فتنفعل مثل ما فعلت مكاتب الدعوة جزاهم الله خير، حقق الله على أيديهم خير عظيم، مكاتب الجالية أسلم على أيديهم عشرات الآلاف. حقيقة إسلام هذا الآلاف مكسب كبير جدا، وهذا خير، يرجع يأتي من بلده كافرا ويرجع مسلما الحمد لله. فعلينا الاهتمام بمن ابتلي بشخص غير مسلم أن يوجه ويتعاون مع مكاتب الدعوة، رجلا أو امرأة، قد تكون خادمة، قد يكون عاملا، قد يكون، أن يوجه لمكاتب الدعوة. وأصبحت مكاتب الدعوة لديها من القدرة والتقنية والحمد لله في هذا الأمر. وأخيرا أن أقول علينا أن تصور وقوفنا أمام الله والراحمون يرحمهم الله جل وعلا، والظلم وخيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعلينا بالرفق بإخواننا، من كان عنده أحد من هؤلاء عاملا أو أجيرا أن يترفق به أيها الأخوة، وأن يتلطف معه، وأن يعطيه صورة المسلم في حسن تعامله. نعم، ولدي قصص مؤسفة تعرفونها في الواقع من البعض، ولو عمم الحكم هناك أخيار والحمد لله من أهل هذه البلاد يحسنون التعامل مع هؤلاء. أنت تعلم يا أخي الكريم أنك إذا أنفقت على هذا الموظف أو على هذا العامل أو على الذي عندك ما تكفله، أنك تنفق على أسرة كاملة في بلده، تنفق على أسر أحيانا، لأن الأمر عندهم يسير، فضل الله عليك، مع أنه يعمل عندك، مع أنه ينتج، ليس منه ولا تفضلا منك، لكن كم تكون من الخير الذي تكسبه وأنت تنفق على أسرة مسلمة في ذاك البلد. فلنحتسب الأجر في الإنفاق على هؤلاء، وحسن التعامل معهم، والرحمة والرفق واللطف معهم. هذا ما أحببت أن أشير إليه، ولقته لا يتسع لأنه ضاق على أكثر من ذلك. وأسأل الله أن يلطف بنا وأن لا يؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.